أنا مولاي يعني أني ما رايد الزواج قبيل، وعمامي مثل ما يقول جبروني وزوجت. نعم. ومولاي يعني البيت ما أطيخ أبد، صار لسنة وكل حل ما أكو، يعني أبد كل حل ما أكو. وهسه لحد الآن حامل وشهر شهرين سنة، وأبد كل حل ما أكو، كل علاج يعني ما جاي أشتهيها، ما جاي أطيخها عن هاي العبارة. زين سجاد، سؤال بلا زحمة عليك، شنو السبب اللي يخليك ما تطيق هذه البنية؟ ما اعرف، ما بدي ما اقدر استنخذ ليالي، ما اقدر، ما بالصدفه حاجه، ما اقدر احاكيها، ما اقدر بابا عيونها، يعني ما يعني تحس ماكو تقارب روحي بينك وبينها مثلا؟ سكراها عند سجاد. ابد 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 ابد، يعني افكر ببالي لو 20 سنه بعد اضل على هاي الحلقه. سجاد شنو الحل؟ سجاد نعم. سجاد حبيبي نعم. انت مشكلتك نعم. مشكلتك وين؟ مشكلتك في نفس المراه هذه؟ لو اصل نعم. اصل الزواج انت ما مرتاح له. اي ما مرتاح له، ورا يعني ورا الخطوبه لا قدرت، يعني شو مثل ما اقول سيد خوفا من عمي، ما قدرت اقول ما اريد، وما اقدر اقول فلكت صرت احسن، فلكت يعني كل حل ما سيد. زين سؤال سجاد، العفو في الاختيار عنده مشكله، يعني هاي البنيه مو انه هو يكره النساء، هو انت ما تكره النسوان، يعني انت عندك رغبه بالنسوان، بس هذه انت ما متفاعل وياها اصلا. ما متفاعل وياها السيد يعني، وحتى رقبه ما اليمها يعني، ولا اكو بالك فتاه اخرى؟ لا والله سيد، يعني قبل وهي راحت وابت، وهسه ما ببالي اي وحده، وحتى لو بدون زواج يعني ما أي حل سجاد يعني. قبل أن اتصالك لطفا البنية بأمانة هسه أريدك تتجرد من كل هاي المشاعر وتحكي لي بأمانة، أخلاقها طيبة نعم. وياك مداريتك؟ لا سيد هي خوش بنية وهاي، بس يعني هم خوش بنية، بس أنا ما جاي أطيق. تسمع الجواب إن شاء الله والتعليق من سماحة السيد. مشكلة يعني هذا الفرض الاجتماعي على أن تتزوج هذه وبتعمك ومدري إيش وكذا، هذا في واقع الحال من المشاكل العويصة وتكلمنا عنها بشكل كبير. نعم. أيها الإخوة، أيها المؤمنون، أيها الآباء، أيها الأمهات، ارحموا أولادكم، ارحموا أولادكم، لا تفرضوا عليهم خيارات اللي هو ما يشوف أنه سعيد من خلالها. يعني أنتوا خليتوه في قفص مسكين مسجون، ما يقدر يتركها لأنه متزوجته، ما يحبها لأنه في الواقع أبدا ما يشوف أي، يعني كأنما حالة من الإشمئزاز، يقول ما أقدر أشوف وجهه، هذه مصيبة. فحبيبي اعلن هذا إلى أهلك، قل ما أقدر، أريد أطلق. مشكلة سيدنا حامل المرأة يعني، هذا شو السوء بعد؟ ما جاي يقدر يا أخي يقول أنا لو 20 سنة هم بعد ما أحب، ما أريده، ما أطيق، مع أنها حبابة يعني ما عندها مشكلة. أكو شيء اسمه دخول في القلب، ما جاي ماكو مودة، ماكو محبة. الله لا يوفق واقع، الله لا يوفق الأشخاص اللي يورطون أولادهم في مشاريع زواج غلط. هذا ابن عمك، بابا ابن عمي، أنا ما أشوفه هذا بمنظر شريك حياتي، هذا ابن عمي أشوفه كأي إنسان عليه حال، ما أرغب له. هذه أزمة عندنا في فرض الزواج على الأولاد وعلى البنات. ابني أنت أمامك أحد حلين، إما أن تقول يا ماري طلق فسرحونا سراحا جميلا، وإما أن تقول يا ابن أنت ابقي وأنا حتزوج اللي أريده، اللي أنت تقول أنا ما أقدر. فإلك أحد طريقين، نسأل الله سبحانه وتعالى لك العافية.